والله ما عارف انت شفت ايه. طب الحمد لله. اكتر حاجه مميزه بالنسبه لك فيها ايه والشغل مع السقا والشباب اللي كانوا موجودين كمان؟ والله مسلسل اسعدني الشغل فيه خصوصا مع احمد السقا ومحمد سامي المخرج اللي انا بحب اشتغل معاه دايما، ومجموعه كنت يمكن معظمهم لاول مره بلتقي بيهم، فانا سعيد جدا ان الدور عجب الناس وعجب النقاد، فده شيء اسعدني. ما في قدامنا جرعه حب بحبها جدا. النهارده يوسف شعبان قال لك طب ما انا كويس، حاسس ان في غصه كده عند يوسف شعبان، فايه رايك؟ لا لا كنا بنهزر، فبيقول لي طب ما احنا كويسين اهو، ما تعرض البرومو بتاعه. كل سنه وانتم طيبين.